بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على ال LOD او ليفل اوف ديفلوبمنت او ليفل اوف ديتيل، درجه التفاصيل، بحيث ان انا مثلا ممكن يكون واحد طالب مني ان انا اصمم له مشروع كبير، فابدا اخد اللوح وابدا اخلص ابدا اشتغل فيه، واروح اقعد معاه اول قعده اقول له بص انا قعدت لك 4 شهور اهوت صممت لك كل حاجه وامسك، فيلاقي كل حاجه بالتفصيل، بس يبص يقول لك لا ده مش هو ده اللي في دماغي، ده انا مفكر في حاجه تانيه خالص. تمام، فلازم ايه بقعد معاه قعده اديله التسليمه الاولانيه يكون فيها تفاصيل مبدئيه، لو وافق عليها نروح للي بعديها، لو وافق عليها نروح للي بعديها. بمعنى واحد جالي قال لي صمم لي فيلا، قلت له ماشي، يعني قال اتنين، عايز فيلا عاديه ولا فيلا حاجه جديده؟ قال لا عايز حاجه ما حدش عملها قبل كده. فصممت له الفيلا على هيئه بطيخه، تمام، وحطيت له بقى الغرف وحطيت له الطرقه وحطيت له الابواب والاوكر ولمعت الاوكر وكل حاجه والدايمنشن جاهز على التنفيذ. هو بص كده قال لا حمراء، ايه؟ قال انا ما بحبش البطيخ والبطيخه احمر، ما بحبش اللون الاحمر. طيب ايه الحل؟ لا اعمل لي شمامه. تمام، فتلاقي نفسك ان انت مضطر تعدل التصميم كله، بينما الافضل ان انت تروح عامل له ايه، تعمل له هيكل بطيخه وفاضي قرعه، تروح تقول له ايه رايك في البطيخه، يقول لك اه كمل او لا انا مش موافق. تمام، بعد كده تروح تعمل شويه تفاصيل كمان وتوريها له، لو وافق بتكمل، لو ما وافقش بتعمل اللي هو عايزه، بدل ما تقعد تحط تفاصيل كتيره وفي الاخر مش ما يكونش هو ده اللي هو عايزه. يعني مثلا ممكن تقعد تحط مثلا ايه تفاصيل وتعارضات وحاجات زي كده، تقعد تحل مشاكل تعارضات، وبعد كده يقول لك لا ده انا اصلا مش عايز تكييف مركزي، ده انا عايز اسبلت، بحيث ان انا ايه عايز مثلا ان انا المكان دوت هبيعه، فمش محتاج ان انا اصرف كتير على التكييف في المركز. تمام، تعال نبص كده على الصوره، بلاقي عندي ايه بيقول لي مثلا الاير تيرمينال اللي يظهر في ال LOD 100 واللي يظهر في ال LOD 200 واللي يظهر في ال LOD 300 واللي يظهر في 400. تمام، فلما مثلا نتفق مع ان هديله مثلا ال LOD 200 يبقى مش هديك الفلو ولا هديك الماتريال ولا هديك المارك، وكذلك مثلا الكول تري نفس الفكره، المعماري الانشائي كل الحاجات ديت. تمام، بتلاقي التفاصيل اهيت الاستراكشر فريمنج، لو احنا لو انا بديك ال او دي 100 يبقى انا هديك الليفل وهديك الام دي ليفل، بس مش هديك الماتيريال، مش هديك المارك، الحاجات دي هتاخدها مثلا في ال او دي 300. تمام، الصوره دي هتلاقيها اسفل الفيديو، هتسهل عليك شويه بحيث ان انت تبقى عارف لا انت متفق معاه على ايه فهتسلمه ايه المره دي. تمام، يعني انا مره ما كنت لسه بشتغل في شركه ولقيت المدير بيقول لهم انا عايز لوحه بتاعه السبورتات بتاع التكييف، لا هنسلمها في اول في اول تسليمه. يا عم احنا لسه اصلا بنعمل حسابات وما فيش اصلا ضغطات طالعه على اساس نحدد المسار عشان نحدد هيبقى السبورتات عامله ازاي، السبورتات دي في اخر حاجه خالص، لا انا عايزها دلوقتي. فعدم فهم ايه اللي بيسلم في اول مرحله وتاني مرحله ده بيعمل مشاكل. تمام، خلينا مثلا نتكلم كأن احنا مثلا واحد عايز يشتري عربية، رايح يشتري عربية، يبقى ده ال او دي مثلا 100 حاجة بسيطة، وبعد كده ال او دي 200 قررت ان هو يجيب تويوتا، تمام، او نيسان، بعد كده اللي بعد كده قال لك انا هجيب تيدا، تمام، فدخل في ال او دي مثلا 300. تمام، بعد كده خلص نزل يشتري، فقال انا هشتري موديل 2009. تمام، فكل مرة بيبدأ يحدد تفاصيل اكتر. ماشي، فمهم قوي ان احنا نكون متفقين على موضوع ال ال او دي وهيسلم ايه بدل ما نتكلم مع بعض. طيب ايه هو ال او دي ال 100؟ ال او دي 100 ده تبع الكود الامريكي اللي هو اي 202 سنة 2008. قال لك احنا هنبدأ نشوف نعمل ال او دي بحيث ان يبقى سهل جدا نسعر تكلفة المشروع ونسعر تسليم كل مشروع ونحدد وقت كل مشروع كل مرحلة هيبقى قد ايه، ونسهل ان يبقى عارفين مثلا دلوقتي ايه اللي المفروض يستلم وايه اللي المفروض ما يستلمش، ولو حد مثلا قال هسلم حاجه ومثلا استعبط وراح مدي حاجه تانية، يعني هو المفروض يستلم مثلا اللي قد 200 وما سلمش الحوايط خالص، فنبدا نتكلم ازاي. فقال لك احنا هنصنف اللي قد مثلا 100 ده هيبقى شكل مجرد بس يوضح المكان انه هيبقى فين، يعني هيبقى في عمود هنا، تمام، بس مش مفيش ابعاد ليه، مفيش، مجرد بس عمود موجود ومجرد بس تعرف ان فين عمود. بعد كده لو دي 200 هبدا اقول لك بقى الارتفاع والاتجاه والحجم والسمك البلاطه وابدا احدد لك شويه حاجات. تمام، اللي او دي 300 هنبدا نحدد بقى الحجم والكميه والموقع العام واتجاه المبنى
وإضافة الطبقات والحوائط والحاجات دي كلها. بعد كده ندخل في ال دي 350، ده وصل بين 300 و 400، بيبدأ يحط فيه تفاصيل أكتر. ال 400 بتدخل في الشوب دروينج وتدخل في الفابريكيشن، ويبقى فيه معلومات أكتر من حيث التكلفة. ال دي 400 يبقى أنت كده خلاص بنيت المبنى، تمام. ال دي 500 إن أنت بتعمل بترفع رسومات من الموقع. ممكن يكون مثلا أنت عملت تصميم وأثناء التنفيذ لأسباب معينة عملوا حاجة مختلفة عن الحاجة اللي انت مصممها، فال او دي 500 بتبدأ تقيس، بتأكد ان الشغل اللي موجود دوت هو اللي موجود عندي في اللوح. لو مش موجود بعدل اللوح، بحيث يبقى عندي لوح مطابقة للواقع، بحيث لو انا عايز اعمل صيانة او حصل حريق او حصل اي مشكلة، عايز اعمل صيانة، عايز اعمل فاسيلتي مانجمنت، تبقى عندي الحاجات ديت، تمام. طيب في فرق في الكود البريطاني، اه الكود البريطاني في فرق بسيط، تمام، ان هو بيسميهم بتسمية مختلفة. فالكود البريطاني مثلا اللي هو اليو كي بيبدا ب ال او دي 100، ال او دي 1، تمام. ده اللي هو قبل الكونسبت، حاجه اسمها برايف، ده مجرد بس ايه تفكير عام. ال او دي 2 اللي هو بيساوي ال او دي 100، اللي هو بيبقى فيه الكونسبت بس. هنفكر مثلا في الانشائي هنستخدم اني سيستم، طب في التكييف هنستخدم اني سيستم. ال او دي 3 اللي هو بيساوي في الامريكي ال او دي 200، بنحط تفاصيل اكتر، بنبدأ نتفق هنشتغل ازاي، وبنبدأ نحط مثلا كمية الفلو، الشغل هيبقى عامل ازاي. بعد كده ال دي 4 هو ال او دي 300 في الامريكي، بيبقى فيه تفاصيل اكتر، نقرب من شوب دروينج، بنحط السايز، اللوكيشن، كل التفاصيل اللي احنا عايزينها بنحطها. ال او دي 5 اللي هي ال او دي 400 اللي هو شغل شوب دروينج، كل التفاصيل الموجودة بكل الأطوال، كل الحاجات المعلومات اللي احنا محتاجينها. ال LOD 6 اللي هو بيساوي ال LOD 500، ده اللي هو الأسبلت، تمام. وبعد كده ندخل على ال LOD 7، ده مش موجود في الأمريكي، اللي هو عبارة عن ال Asset Information Model، اللي هو الموديل اللي بيستخدمه في الصيانة، اللي بيستخدمه في عمل ال Operation، يعني ده بيبقى موجود خاص بالموديل اللي هو بعد، اللي هو اثناء التشغيل. اثناء ما انت شغال بيبقى عندي موديل اسمه اسيت انفورميشن موديل، ده اللي هو ال دي 7، ده بيبقى فيه كل التفاصيل اللي انت هتشتغل بيها في عمل الصيانه، تمام. ده فكره ال او دي. هتلاقي برضو صوره بتوضح شكل الموضوع ده ازاي. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط، وربنا يوفقكم ان شاء الله.